معكم محمد سيف الريامي وراح اتكلم معاكم عن الفيلم الهندي الجديد اللي شفته اليوم لال كابتان. اگر آپ کو یہ ریویو ہندی میں دیکھنا ہے تو آپ نیچے جا کے کلک بٹن دبائیے. الفيلم اعلانه جدا رائع وجدا جميل، وشفنا في الاعلان اسامي مهمه، اسماء كبيره مثل المنتج اند ال راي، وكذلك شفنا انهم عملوا فيلم ان اتش وعملوا تومبار، افلام كثيره من شغل هذه الشركه. الفيلم يتكلم عن حقبة الاستعمار البريطاني، طبعا هي قصة من القصص الخيال وليس من القصص الحقيقية. الحلو في الفكرة انه ما يتكلم عن الثورة الهندية اللي شفناها في الافلام اللي تتكلم عن الاستعمار البريطاني، لا، هذا الفيلم يتكلم عن انتقام. سيف علي خان يبي ينتقم من شخص هذا عمل حاجة في حياته لأهل سيف علي خان، فهو يحاول يبحث عنه على أساس أنه هو يقتله بنفسه. الفكرة جيدة من في الطرح أنك تسوي هذا النوع من الأفلام، لكن الكلام اللي قلته أنا في البداية أن الإعلان جميل ومشوق، وقلت أيضا أن الأسماء كبيرة وأسماء مهمة عملت هذا الفيلم، لكن للأسف كل هذا طلع عكس ما شاهدته في هذا الفيلم. أهم الأسباب اللي تخلي هذا الفيلم يكون من نوعية الأفلام أقدر أقول عليها من الأفلام المتوسطة أو تحت المتوسطة هي الإخراج الغير متزن صراحة في هذا العمل. الإخراج أحس أن المخرج مش فيلمه، المخرج قاعد يعمل عمل مقصوب أنه يعمله. ليش؟ لأنه أولا ما في إنتاج، الأماكن اللي قاعد يصورون فيها يروحون يرجعون لها مرة ثانية، وتشعر أن المكان ضيق في التصوير، يعني معناته الإنتاج ضعيف جدا، وواضح من الإنتاج هذا ما ساعد هذا الفيلم، لأن الفيلم يتكلم عن حقبة زمنية تحس كأني أنا قاعد أشوف مسلسل تلفزيوني في الثمانينات ولا في التسعينات اللي كانوا يعملونها بهذه الطريقة عن هذه الحقبة. فهذه أول مشاكل في هذا العمل. المشكلة الثانية في هذا العمل أيضا أن الممثلين اللي موجودين أسماء مهمة ولامعة مثل سيف علي خان ما حسيت في أداء عندهم. سيف علي خان بالذات اللي هو بطل الفيلم حسيت أنه ثقيل، أداء ثقيل جدا، وحسيت أنه ما عنده مرونة، وحسيت أنه مش لايق عليه هذا الدور. السبب واضح، لأنه هو يمكن قاعد يمشي على التعليمات من المخرج، ويقول للمخرج أنه نعم القتب مالك حلو، شكلك حلو، شعرك طويل، وأسلوبك أنا أباه بهذه الطريقة، فهو ماشي على هالأساس. سيف علي خان معروف عنه كأداء، شفناه السنة اللي طافت فيلم بازار، بالرغم أن فيلم بازار كان أيضا متوسط النتيجة، لكن تمثيل سيف علي خان كان قوي في هذاك الفيلم. لكن في هذا العمل للأسف حسيت أنه في شح في أدائه، هذا أيضا يكتب ضد الإخراج اللي كان في هذا العمل. الأحداث اللي موجودة في هذا العمل تحس أنها أحداث شفناها في أفلام كثيرة، في أفلام اللي فيها موضوع الانتقام وغيره. مشكلة الموضوع هذا كله على بعضه أن الفيلم ما في روح، الروح ما جات بسبب أنك أنت ما قاعد تمشي مع الحدث بشكل منظم. الحدث اللي قاعد تشوفه في هذا الفيلم أو الأحداث المتتالية قاعد تشوفه في هذا الفيلم أحداث مكررة شفناها في أفلام كثيرة. أي نعم في شوية رتم في بعض الأماكن الجيدة من المخرج على أساس أنه يحط فيك سوارات، يحط فيه شغلات، يحط فيه فكرة، يعني في القتب الناس الموجودين، المكياج يعني، لكن ما قاعد يسند الفيلم أبدا، لأنك أنت القصة السيناريو اللي مكتوب عفوا ما مكتوب بأسلوب يليق بهذا الفيلم. مخرج الفيلم ناف ديف سينغ عمل فيلمين جيدين في السابق مثل مانوراما 6 فيت مال بهديول، وايضا عمل ان اتش 10 مال انوشكا شرما، كانت من الافلام الجيده. احس انه هو جيد في الافلام اللي فيها الغموض، جيد هو في الافلام اللي فيها ثريل نوعا ما من نوع الاكشن اللي هو الاكشن الغامض والاسلوب اللي فيه اثاره، لكن حقبه زمنيه تاريخيه ما نفعت معاه. وانا قلت لكم السبب الرئيسي الانتاج ضعيف، وكذلك في شح من المخرج نفسه انه يطلع مكنوناته
الفنيه في هذا العمل، فتحس انه هو قال يلا احنا في هذا النطاق الضيق قاعد نصور، خلاص نصوره بهذا الاسلوب اللي هو موجود عندنا، خلاص ما يحتاج نعمل مثلا نيران نحطها جرافيكس، المطر مش موجود مطر في هالاثناء او نسيت اسوي مطر في هذه اللقطه، خلينا نحط مطر جرافيكس ويستوي الموضوع اوكي. يعني تحس ان الموضوع شويه مثل ما تقولون مجامله او ان نمشيها وخلاص، والمشاهد عاد تمشي عليه. لا ما راح تمشي على المشاهد، لان حرام انت الاعلان مالك كان قوي وجذاب بشكل جميل جدا، تحس ان الاشياء كلها الجيده حطوها في الاعلان والفيلم ما طلع بالشكل الجيد. من ناحيه الاداء انا قلت لكم سيف علي خان اداء ضعيف في هذا الفيلم، كونه هو بطل الفيلم ويكون أداء ضعيف فهذه بتكون مشكلة كبيرة، وكذلك الممثلين الآخرين في هذا العمل اللي ما تحس إن عندهم بروز قوي. حتى لو قلنا البطلة اللي اسمها زويا حسين شكلها جيد على الشاشة، لكن ما تحس إن عندها بعد أشياء كثيرة من الحوارات القوية في هذا العمل. اللي عجبني ديبك دوبريال، ديبك دوبريال فنان صراحة، هو فنان متمكن ويعني عاش الدور بشكل جيد جدا. كذلك يعني عجبني نوعا ما المجرم مانف فيج، كان دوره جيد، شكله لايق انه يكون بهذا الدور. اما جابولي في هذا الفيلم سوناكشي سنة لمدة تقريبا ما تزيد عن الدقيقة، يعني يقدر تحط هذا الكلب مالها يمكن تقدر تحطه في الانستغرام دقيقة واحدة بس، ليش؟ وما قدمت أي شيء يعني هذه الدقيقة أصلا لمصلحتها ولا لمصلحة الفيلم، فليش كانت موجودة؟ ففي أمور تحس أن الفيلم مشوها وعملوها على أساس أن المشاهد يمكن بيتقبلها، لكن لا المشاهد ما راح يتقبلها. أنا أشوف فيلم متوسط المستوى، الجيد اللي فيه ممكن اللبس، التاريخ، الأشكال، الميك اب، كذلك أن قلتكم في البداية كفكرة أنك تسوي عن فيلم عن الاستعمار البريطاني، ما تتكلم عن الاستعمار البريطاني بشكل مباشر، تتكلم عن موضوع ثاني غير الاستعمار. وكذلك الجيد أيضا في هذا الموضوع أن البريطانيين الموجودين في هذا الفيلم، في شخصية بريطانية كان يتكلم الهندية المكسرة، مش مثل بعض الأفلام اللي شفناها مثل Thugs of Hindustan. على طاري Thugs of Hindustan ذكرت دور ديبك دوبريال بيذكركم نوعا ما بدور عامر خان في Thugs of Hindustan، نفس الأسلوب بعض الأحيان في بعض الحركات، اللي هو الشخص اللي يتجسس على الناس أو يعطي أدلة حق الناس اللي تبحث عن ناس آخرين. المهم أنا أشوف فيلم متوسط، وهذا الفيلم ما يزيد عني عن 2/5. وشكرا على المشاهدة، وإن شاء الله أشوفكم على خير في أفلام قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.